إذن شكرا لك طاهر. بالفعل مشاهدينا مستمرون معكم في التغطية. طبعا الأبرز كما تبعتم قبل قليل حديث جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، تحدث للزميل طاهر مباشرة من البيت الأبيض. وطبعا أهم ما قاله جون كيربي قبل قليل للعربية بأن الولايات المتحدة لا تتدخل في الحرب في السودان بل تسعى لتسوية النزاع ووقف القتال، قال جون كيربي للعربية في هذا الحوار المباشر قبل قليل. كذلك أكد جون كيربي طبعا بأن هناك جهودا مستمرة لتمديد الهدنة في السودان، أشاد كذلك بدور السعودية التي ساعدت بإجلاء عدد كبير من الرعاية من السودان، يقول جون كيربي. كذلك في حديثه العربية أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بأنه على طرفي النزاع في السودان وقف القتال وإدخال المساعدات، وقال إن الولايات المتحدة تركز حاليا على وقف القتال في السودان ومغادرة الرعاية الأجانب، وبأن الولايات المتحدة ترحب بكل المبادرات بما في ذلك مبادرة منظمة الإيجاد لوقف القتال في السودان وإدخال المساعدات، وبأن الهدنة مهمة للشعب السوداني وكذلك للرعاية الأجانب. وفي آخر التطورات الميدانية في السودان، أعلن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة، وذلك بهدف استمرار العمليات الإنسانية وإجلاء الأجانب. ورغم الجهود الدولية للتهدئة لا تزال هناك مخاوف من التصعيد، فبحسب البيت الأبيض فإن الوضع قد يزداد سوءا في أي لحظة في السودان. وفي هذا الصدد دعا الأمريكيين الراغبين بمغادرة السودان لاستغلال الفرصة خلال اليومين المقبلين. تطورات تأتي في وقت يعاني فيه السودانيون من انعدام في الأمن والقلة في الماء والغذاء وانقطاع في الخدمات الأساسية. إذن هدنة جديدة لمدة 72 ساعة أعلنها الجيش يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية أي اليوم الخميس. وأعرب الجيش السوداني عن أمله في التزام ما وصفهم بالمتمردين في إشارة لقوات الدعم السريع بمتطلبات سريان الهدنة. أوضح الجيش السوداني أن تمديد الهدنة تم استجابة لمساعي سعودية أمريكية لتهيئة الظروف لإجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، فيما أعلنت قوات الدعم السريع القبول بهذه الهدنة. قال وزير خارجية جنوب السودان دينغ داو في تصريحات خاصة للعربية أن بلاده مستمرة في جهودها لإقناع طرفي الصراع بوقف القتال والتفاوض، مضيفا أن جنوب السودان لم تحصل على موافقة رسمية من البرهان بشأن مبادرة إيجاد، وأن حكومته تجد صعوبة في الوصول إلى قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو هاتفيا منذ 6 أيام. ولقينا إقبال من سيد برهان طبعا من 6 أيام حسي الاتصال ما هميتي بيجا دي بكل شوية، يعني طبعاً نحن نعرف الظروف تاعت الحرب، يمكن إنت القائد جاي في محل معين وإنت تغير في المحل وتمشي لمحل معين، ده مش علوم بس، حتى نحن في وقت الحرب إنه في جوبا ما كان سائل إنه ناس يكون يتصلوا في أي وقت، ونحن نفهم الظروف ده، لكن رسلنا الجواب المقترح ده رسلنا له، رسلنا ل لبرهانت ورسلوا كمان لهمتي المقترح ريتنت فروم فورن مينستر كلام بتاع الرئيس الفقير نيابة عن دول الليغات. نتابع مباشرة الآن من أم درمان مع الصحفي السوداني شهدي نادر. شهدي أهلا بك معنا في العربية، ما مدى الالتزام بالهدنة وتمديدها حتى الآن؟ مرحبا. إجمالا يمكن القول بأن هذه الهدنة هي أفضل، هي تعد هي الأفضل من كل عمليات وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في أوقات سابقة. نعم استمرت المناوشات ما بين
الفينة والأخرى، ولكن بقي يمكن أن نقول بأن هذه هي أفضل هدنة. نعم. مكنت المواطنين. ما الذي يدفعك إلى قول ذلك شهدي؟ لماذا تعتبر أن هذه الهدنة هي أفضل من سابقاتها الأربع؟ نعم، قاب بشكل ملحوظ الأسلحة الثقيلة الذي كان متواصلا في هذه الأثناء، وأنا أتحدث معك كان حتى قبل حتى منتصف نهار اليوم تحليق متقطع لطائرات سلاح الجو، ولكن في هذه الأثناء تعيش مدينة أمدرمان على وجه التحديد هدوء نسبي إلا في بعض المناطق. هذا الأمر ليس اليوم وإنما بالأمس أول من أمس، هذا الأمر مكن المواطنين من الخروج كما أسلفت اليوم إلى الأسواق الطرفية، محاولتهم الحصول على الحاجيات الأساسية. ثمة مخاوف حقيقية بدأت تبرز إضافة إلى الاختتال ومناطق العمليات. أعذرني شهدي، أريد أن أتأكد منك لو سمحت، يعني هذا الهدوء الآن وثبات الهدنة وصلابتها فقط في أمدرمان أم أيضا في الخرطوم والخرطوم بحري؟ لا، هو فقط يمكن أن نقول أنه في أجزاء واسعة من مدينة أمدرمان باستثناء منطقتين أو ثلاثة هي ظلت منذ اندلاع هذه الأحداث هي محل اشتباكات بشكل متواصل أو متقطع، ولكن نعم. أحياء مثلا أحياء الثورات وقطاع عريض من أحياء منطقة أمبدة تنعم بهدوء، هو هدوء نسبي، هدوء نسبي نعم. وهدوء كذلك حذر. لعله يعني يكون مبشرا بأن تكون هذه الهدنة يعني صلبة ومتماسكة وأن يبقى متوقفا كما ذكرت يعني دوي المدافع وإطلاق الرصاص والاشتباكات. إنسانيا شهدي، ذكرت بأن الناس في أمدرمان بدأوا اليوم قليلا يعني يخرجون لقضاء حاجياتهم، حدثنا أكثر عن الوضع الحياتي هناك عندك في أمدرمان في ظل تمديد الهدنة. نعم، بدأت حركة طفيفة في ميل الأسواق الطرفية داخل مدينة أمدرمان، كما تعلم أن محطات الوقود غالبيتها ما يزال مغلق، من يعمل يشهد ازدحام بشكل كبير، هذا ربما عاق حركة الناس، هذا في جانب. في جانب آخر كما تعلم بأن سوق أمدرمان هو أحد أكبر الأسواق في السودان، يوجد به تقريبا كل شيء، محلات إجمال البيع التي تبيع كل شيء للمواطنين السودانيين. نعم. اليوم بدأ بحركة طفيفة، ولكن كما قلت أن عصابات النهب المسلح بروزها اليوم، كانت هناك محاولة للهجوم على السوق، ولكن تم إخمادها من قبل مجموعات أهلية تم وأدها، ولكن من المتوقع أن يتكرر هذا الأمر مثلما حدث في مدينة الخرطوم بحري. نعم. حينما شاهدنا عمليات النهب التي تعرضت لها عدد من مصانع ومخازن المنطقة الصناعية في ظل انشغال القوات النظامية بالعمليات العسكرية لحد اللحظة. أيضا اليوم بعض المستشفيات الطرفية بدأت في العودة شيئا فشيئا. نعم، هي تعمل كانت خلال الفترة السابقة وما تزال بأطباء. نعم. بعضهم تسد نقص الكوادر الموجود فيها بأطباء متطوعين وليسوا هم. نعم. هم المعينين، ولكن هناك مساعي تبذل على. نعم. المستوى الأهلي، على مستوى السكان فيما بينهم لسد النقص واستئناف تقديم الخدمات. شكرا جزيلا لك شهدي نادر مباشرة من أمدرمان. ومشاهدينا، نرصد آخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية على الخارطة التفاعلية مع زميلة ليال الاختيار. لليوم 13 مشاهدينا، تتواصل العمليات العسكرية في السودان في عدة مناطق من العاصمة الخرطوم التي شهدت اشتباكات بين كل من الجيش والدعم السريع وأسفرت عن دمار هائل كما نشاهد بهذه الصور. بخارطة المعارك في هذا المثلث الذي يشكل ما يعرف بمثلث الخرطوم الكبرى في العاصمة، نتحدث هنا عن معارك دائرة في منطقتين
نتحدث عن منطقة بحري وأم درمان، حيث نفذ الجيش السوداني طلعات جوية وغارات على مواقع للدعم السريع في كل من بحري وأم درمان. مقاتلات الجيش استهدفت قوات الدعم السريع هنا، وتحديدا أيضا داخل الخرطوم داخل العاصمة، ولكن في محيط القيادة العامة والتي تعتبر نقطة استراتيجية يحاول الطرفان السيطرة عليها، وأيضا بمحيط القصر الجمهوري حيث تدور اشتباكات بين الطرفين. طبعا هنا الدعم السريع رد بالمضادات الأرضية على هذه الطلعات الجوية وعلى هذا القصف من قبل الجيش السوداني. الآن إلى مطار الخرطوم، حيث أيضا نفذ الجيش ومشطت قواته محيط المطار كما نشاهد هنا بمحيط هذه النقطة مطار الخرطوم، الذي من أول هذه الاشتباكات هناك اشتباكات دائرة بين الطرفين بمحيط المطار، وهناك طبعا بيانات مضادة بين الطرفين. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي نقطة الخرطوم بحري أي شمال الخرطوم وفي ضاحيات كفوري كما نشاهد هنا، حيث جددت المقاتلات الحربية القصف لأهداف للدعم السريع في هذه المنطقة منطقة كفوري، الذي يقول بأنه الدعم السريع طبعا أحبط هجوما على معسكره بهذه النقطة تحديدا، حيث هناك قوات للدعم السريع وكبد الجيش السوداني خسائر هائلة بهذه النقطة على حد قول الدعم السريع طبعا. ننتقل إلى نقطة أخرى وإلى منطقة أخرى، حيث بأم درمان غارت مقاتلات للجيش على منطقة صالحة. هذه المنطقة ومناطق أخرى أيضا كان هناك غارات عليها، هي مناطق قريبة من سوق ليبيا، حيث تتمركز قوات كثيفة وكثيرة للدعم السريع، ويسعى طبعا الجيش السوداني إلى القضاء على هذه القوات. إذن كانت هذه خارطة الاشتباكات داخل الخرطوم، حيث تنحصر الاشتباكات كما شاهدنا بمحيط القيادة العامة مطار الخرطوم، وأيضا مناطق أخرى كصالحة أم درمان وبحري وغيرها. لا إله إلا الله. افتح تحريدي. لا إله إلا الله. دمر الحلة كلها. لا ما في حاجة ثانية. دلقوا قاعد يروش هسي قلت لك. ومع تعقد الوضع في الخرطوم أصبح الحصول على صور تظهر حجم الدمار أمرا نادرا. وكالة رويترز نشرت مجموعة من الصور المتفرقة التي تم التقاطها اليوم لأثار المعارك في الخرطوم بحري، حيث تظهر المشاهد الدمار الكبير إثر المعارك. دعونا نتابع بعضا من هذه الصور.
أعلنت الخارجية السعودية أن المملكة تمكنت مساء اليوم من إجلاء 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى جدة. أضافت الخارجية السعودية أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء العمليات وصل إلى نحو 2744 شخصا، منهم 119 سعوديا، أما الباقون فهم من 76 جنسية. وأكدت السعودية أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم اليوم هم من أمريكا، مصر، البحرين، الصومال، لبنان، أفغانستان، فلسطين، غامبيا، نيجيريا، باكستان، كندا وتايلاند. على ظهر سفينة جلالة الملك الرياض العربية تواكب وصول رعايا القادمين من السودان. هذه السفينة التي تحمل على متنها أكثر من 200 شخص وصلت للتو إلى قاعدة الملك فيصل البحرية، وهي وقفت بالفعل بشكل تام، وها هي هذه اللحظات الآن في انتظار نزول الرعاية. لكن هناك بروتوكول بحري معروف لدى القوات أي قوة بحرية، هي بصعود قائد الأسطول ويحيي الطاقم الملاحي للسفينة، ويحييهم أيضا لوصولة أو سلامة وصولهم وعلى الإنجاز الذي حققوه. إذن أيضا ننقل الصورة من الجهة الأخرى، وهي صورة وصول الرعاية الذين وصلوا من جنسيات مختلفة أسيوية وكذلك أفريقية، وأيضا بعض الجنسيات الأوروبية التي وصلت على هذه اللحظات، وهم قادمين من بورت سودان، وهي سفينة قد غادرت ليلة أمس ووصلت في هذه اللحظات. إلى ذلك، أعلنت مصر أن الجهود المبذولة لتسهيل عبور النازحين من الأراضي السودانية أسفرت عن النجاح في تسهيل عبور أكثر من 16 ألف شخص من غير المصريين إلى داخل الأراضي المصرية حتى اليوم، أغلبهم من السودانيين الذين بلغ عددهم 14 ألف مواطن فروا من المناطق التي تشهد مواجهات وأعمال عنف، بالإضافة إلى أكثر من 2000 أجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية. أجرت العربية مقابلات حول الجالية العراقية التي عادت من السودان من داخل مطار بغداد الدولي، نتابع. اللي رجعنا هسه احنا تقريبا 240 واحد، لكن طبعا عندنا هناك موجودين ظلوا عالقين، والله ظلوا عالقين بالسودان، لان المسافات بعيدة. يعني اللي ساكن بسنار صعب يوصل للخرطوم، واللي ساكن بالغضارف صعب يوصل، يعني تدري حركة التنقل في أثناء المعارك تصير صعبة جدا صعبة. الرحلة عامة مشت بسلاسة، بس هي طبعا المسافات طويلة من الخرطوم إلى بورت سودان فوق 12 ساعة بالحافلة. أكو يعني مثلا أماكن مشحونة ضرب ومضروب، بس إحنا كنا قاعدين أنا بالخرطوم بالمكان اسمه معمور أركويت، هي تسمع ضرب وقصف بس مو قريبة من يمك. وصارت ظروف الحرب طبعا، وعشنا ايام صعبه، والسوداني برضه عاشوا ايام صعبه، بس لما شفنا انه بالتلفزيون دا يشيلون الاجلاء لكل المواطنين الاجانب القاعدين، يعني انبسطنا وقلنا ان شاء الله هم يعني احنا يعني هم نطلع، والحمد لله يعني سهلت امورنا وصلنا بالسلامه. معنا من الخرطوم طاهر ساتي رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي. أستاذ طاهر، أهلا بك معنا. هل الجيش والدعم السريع ملتزمان حتى الآن بتمديد الهدنة بينهما؟ حتى الآن لم نسمع في المحيط الذي أسكن فيه، على الأقل في المحيط الذي أسكن فيه وهو الخرطوم بحري، حتى الآن لم أسمع أي صوت كما كنا نسمع في السابق، ولكن حتى الآن لا لم نسمع صوت، ولكن لا أدري ما يعني. أنت ثاني ضيف معي في هذه الساعة أستاذ طاهر، تؤكد على أن هناك هدوءا بعد الإعلان عن تمديد الهدنة. قبل قليل كان معنا ضيفنا من أم درمان، أنت الآن من الخرطوم بحري، تؤكد كذلك أن هناك هدوءا على ما يبدو والتزام بهذه الهدنة. أي أخبار رشحت عن إذا كان قريبا سيكون هناك لقاء بين ممثلين عن الجيش والدعم السريع وفق مبادرة الإيجاد على الأقل؟ القوات المسلحة وافقت من حيث المبدأ على مبادرة الإيجاد، والتي منها إرسال ممثلين للطرفين إلى جوبا، وكذلك الهدنة 72 ساعة والتي بدأت اليوم. القوات المسلحة وافقت، ولكن حتى الآن لم توافق الميليشيا قوات الدعم السريع، والكثير من المراقبين أو الكثير من الشواهد تشير إلى
عجزهم للوصول إلى قائد الميليشيا والذي بيده الأمر والنهج. ولذلك يمكن هذا ما يحول دون صدور قرار رسمي أو موقف رسمي من هذه الميليشيا. المستشار السياسي لحمايتي وغيري عجزوا تماما عن تحديد موقف من هذه المبادرة. نعم. طيب، ولكن الالتزام بوقف إطلاق النار أو بهذه الهدنة وتمديدها ل 72 ساعة أخرى، يعني ألا يمهد الطريق من وجهة نظرك؟ ألا تعتقد أنه يعني بادرة مبشرة ربما بأن الطرفين سيوفدان ممثلين عنهما إلى جوبا؟ في الأيام الأخيرة الميليشيا لم تعد يعني تهاجم كما كانت تفعل، ولم تكن لم تعد قادرة على الهجوم، ولكن هي كانت تطالب كثيرا ما طالبوا بالهدنة، ولكن الآن عدم إطلاق النار من قبلهم أو عدم حركتهم اللي هي للهدنة كالعادة لعجزهم عن الفترة الأخيرة عن الهجوم، ما عدا بعض الجيوب التي هنا وهناك، ولكن لا يوجد نشاط فاعل لهذه الميليشيا الفترة الأخيرة. ولكن 24 ساعة القادمة ستحدد إن كانت هي استجابة للهدنة أم هي أصلا بطبيعها لم تعد قادرا على القتال. نعم. ولكن أستاذ طاهر، يعني تلمسون أن هناك فرقا بين الهدن السابقة التي يعني كانت هشة إلى حد بعيد مع هذه الهدنة الجديدة؟ صحيح، حتى الآن. لو باعتبار أن الهدنة بدأت مساء اليوم، هذه الساعات ليست تقريبا، خاصة أن العمليات العسكرية دائما ما تكون في أول المساء وأول الصباح. لو التزمت الأطراف صباح الغد بعدم خلق الهدنة يكون هذا التزام من الطرفين، وذلك الحكم على التزام الأطراف سابق لأواني. نعم. طيب أستاذ طاهر، يعني نحن يكاد يمضي الأسبوع الثاني من هذه المواجهة العسكرية. حياتيا كيف يتدبر السودانيون الذين بقيوا في منازلهم ولم ينزحوا عنها، كيف يتدبرون أمورهم في هذه المرحلة الآن مع نهاية تقريبا الأسبوع الثاني؟ صحيح، هناك معاناة في بعض المناطق، وخاصة المناطق التي تحيط بالقيادة العامة وحي المطار، وهي الأحياء أركويت، المعمورة، بري، وحي المطار والعمارات. هذه الأحياء في محيط القتال، ولكن أجزاء واسعة محليات كاملة في ولاية الخرطوم لم تعد تتأثر بما يحدث، بل عادت الحياة والأسواق المركزية. في شاهد في الخرطوم 3 أسواق مركزية الآن عادت إليها النشاط، وكذلك خطوط المواصلات الداخلية في مساحات واسعة. أما الأقاليم فهي غير متأثرة بهذه الحرب، فمنذ اليوم الرابع أو الخامس عادت الهدوء إلى كل أقاليم السودان، ما عدا مدينتي الجنينة والنيالة. أنت أوصلتني إلى النقطة التالية التي سأتحدث عنها في التقرير الموالي. أستاذ طاهر، أرجو أن تبقى معنا، سنتابع الوضع هناك في دارفور ونعود للنقاش إليك. مشاهدينا، إذن تجدد القتال في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان، ويبدو أنها تتخذ أبعادا قبلية هناك. معارك عنيفة واشتباكات وصفتها الأمم المتحدة بالدامية شهدتها مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بين عناصر الجيش وقوات الدعم السريع مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة. القتال العنيف تحول إلى نزاع بين قبيلة المثاليت الإفريقية والقبائل العربية، واستخدمت فيه الأسلحة الثقيلة. عشرات القتلى من المدنيين سقطوا ومئات الجرحى أصيبوا، ولم يتم إسعافهم بسبب صعوبة الأوضاع الأمنية وانتشار المسلحين القبليين في أجزاء واسعة من مدينة الجنينة. عدا عن تزايد أعمال النهب للمؤسسات الحكومية والمقار والمنظمات الأممية وسوق الجنينة وحرق عدد كبير من المنازل وفق مسؤولين في حكومة غرب دارفور، إلى جانب توزيع الأسلحة بين المجتمعات المحلية، ما يزيد
من خطر الفوضى والعنف. هذه التطورات دفعت بعدد من سكان الجنينة إلى الفرار باتجاه الحدود السودانية التشادية رغم إغلاق الحكومة للحدود هناك بين البلدين. ومنذ عقدين مشاهدينا يعيش إقليم دارفور اضطرابات أمنية كبيرة تخللتها انتهاكات واسعة تسببت بمقتل قرابة 3000 شخص ونزوح 2.5 مليون شخص. هذا عاجل إذن. الآن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري الذي كان من المفترض أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي فيه يعني في نهاية إبريل الجاري قبل أن تحدث هذه المواجهات. هذه القوى المدنية ترحب بتمديد الهدنة في السودان إذن لـ 72 ساعة بين الجيش والدعم السريع طبعا بوساطة أمريكية سعودية. أعود إلى ضيفي الأستاذ طاهر ساتي من الخرطوم بحري. أستاذ طاهر، ما مدى خطورة هذه المواجهات القبلية خصوصا في غرب دارفور وعلاقتها بما يحدث من مواجهات بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم؟ لا، من الصعب ربط المواجهات القبلية في دارفور بما يحدث، ولا أعتقد في تقدير أن هذه المواجهة وليدت هذه الحرب. في الاشتباكات القبلية في دارفور بعمر دارفور حتى أثناء هذه ليست الأولى، منذ قبل أسابيع كانت هناك اشتباكات في نيالة وقبلها في الجنينة ذاتها، وهذه هي الثالثة. ولكن ربما الانشغال القوات المسلحة بقتال الدعم السريع في ميليشيا الدعم السريع. أستاذ طاهر، أنا عانيت بالربط ربما أنه يعني هذه المواجهات في الخرطوم يعني أدت إلى نوع من أنواع الانفلات كذلك وخروج الضغائن أو الخلافات القديمة في غرب دارفور. أسباب الاشتباكات القبلية في دارفور موجودة يعني متوفرة، ولكن انشغال القوات المسلحة والأمنية الأخرى بالميليشيا الدعم السريع ربما تؤدى إلى خلل أمني استغلتها هذه القبائل في الاشتباك. ولكن لا هذه الحرب تستهدف بشكل مباشر ميليشيا متمردة على القوات المسلحة، وكانت تنضوي تحت القوات المسلحة، وهي لا تستهدف مجموعة إثنية ولا مجموعة عرقية، بل هي تستهدف حركة متمردة بشكل مباشر. نعم، شكرا جزيلا لك طاهر ساتي رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي، كنت معنا مباشرة من الخرطوم. كشف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن الوضع في السودان قد يتفاقم في الأيام المقبلة، كما أكد على أن بلاده ستواصل الدعم للرعايا البريطانيين. وقف إطلاق النار ليس مقدمة بالضرورة للسلام، والوضع في السودان من الممكن أن يتفاقم في الأيام المقبلة، ونحن سنواصل الدعم للرعايا البريطانيين. لذلك نحن موجودون في بورت سودان ولدينا مسؤولون دبلوماسيون في مصر وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية. الأزمة في السودان موجة هجرة جديدة. صحيفة التلغراف البريطانية تتوقع نزوح أعداد مهولة من السكان وبالتالي زيادة في عدد المهاجرين غير النظاميين، فبريطانيا وحدها قد تشهد لجوء أعداد كبيرة من السودانيين. الأمم المتحدة تقول إن عدداً كبيراً من اللاجئين السودانيين فروا إلى بلدان مجاورة منذ بدء الأزمة، مع توقعات بنزوح 100,000 سوداني إلى تشاد و170,000 إلى جنوب السودان، بالإضافة إلى مصر وجمهورية أفريقيا الوسطى. بدورها تناشد الأمم المتحدة جميع الدول بجوار السودان إبقاء حدودها مفتوحة أمام الذين يبحثون عن الأمان والحماية.
اتهم طلبة نيجيريون في السودان قوات الدعم السريع باستخدام الطلبة كدروع بشرية. ونقلت وكالة رويترز عن الطلاب النيجيريين قولهم أن الدعم السريع يتخذ منهم دروعا بشرية في جامعة إفريقيا الدولية بالخرطوم، ولم يتسنى للعربية التأكد من صحة هذه الأنباء. كما عبر الطلبة عن إحباطهم من بطء وتيرة عمليات الإجلاء، مشيرين إلى أن عمليات إجلاء النيجيريين بدأت مساء أمس، حيث نقلت المجموعة الأولى إلى مصر. ويقدر عدد المقيمين النيجيريين في السودان ب5500 نيجيري، معظمهم من الطلاب. We spent days without taking bath. No enough bathroom. No enough water. No water at all. No water. Nothing at all. Nothing. Nothing. ولأول مرة تكشف روسيا رسميا عن دور قوات فاغنر في السودان، بعد أن أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن للسودان الحق في الاستفادة من خدمات فاغنر. كيف عززت روسيا حضورها في السودان؟ نتابع في التالي. الصراع في السودان يفتح باب مواجهة جديدة بين روسيا والغرب، وموسكو تكشف رسمياً ولأول مرة عن دور مجموعة فاغنر هناك. وزير الخارجية الروسي ومن المقر الأممي في نيويورك كشف أن للسودان الحق في الاستفادة من خدمات فاغنر، فضلاً عن كلام لافروف رئيس فاغنر أكد استعداد مجموعته للتدخل في حال طلب الشعب السوداني ذلك. إذا طلب الشعب السوداني فسأرسل بالتأكيد مهمة حفظ سلام إلى السودان من قبل شركة فاغنر العسكرية الخاصة. ولو كانت فاغنر هناك أعتقد أن الحرب لم تكن لتبدأ في السودان. فاغنر لا تبدأ الحروب، إنما تنهيها دائماً. لكن كيف تطورت العلاقات السودانية الروسية وصولاً إلى تعزيز دور فاغنر؟ موسكو أسست لوجودها في السودان منذ عهد البشير من خلال تحسين شروط عمل شركات الطاقة الروسية وأخرى تنشط في مجال التنقيب عن الذهب والثروات الأخرى. أيضاً أبرز ما عزز الوجود الروسي في السودان هو السلاح الذي أصبحت بسببه المصدر الرئيسي للجيش السوداني، فتحولت الخرطوم إلى ثاني شريك عسكري لروسيا في القارة الأفريقية بعد الجزائر. بعد تلك الخطوات وتحديداً عام 2017 وقع السودان اتفاقاً مع روسيا لإنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر تستضيف سفناً روسية، بما في ذلك سفن تعمل بالوقود النووي على أن يتمركز فيها 300 جندي. اتفاق أثار قلق الغرب بدوره في تعزيز الاستراتيجية الروسية في أفريقيا وعلى سواحل البحر الأحمر. ورغم وقف العمل بالاتفاقية بعد الإطاحة بالبشير، إلى أن مصالح موسكو في السودان دفعتها إلى الإبقاء على علاقة وثيقة مع اللاعبين الأساسيين خلال السنوات الماضية. لكن تميزت مع حمدتي خصوصاً على خلفية تزايد التقارير حول إمداد قواته بالسلاح والمساعدة العسكرية الروسية من خلال قوات فاغنر. محاسن حدارة، العربية. معنا من لندن عمار حمودة، القيادي في حزب التجمع الاتحادي والناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بالخارج. مرحبا بكم معنا أستاذ عمار في العربية. ما الذي تفعله فاغنر في السودان؟ مرحبا بك وبضيوفك الكرام. فاغنر وغيرها من المجموعات العسكرية المكونة، كل ذلك هو مخلفات حقبة سابقة ووضع شاذ ومحاولات اللعب على كاف على كل الحبال، وبالنهاية صناعة جيوش موازية، صناعة ميليشيا موازية. الشيء الذي عقد
من مهام الانتقال ومهام معالجة هذه الأمور بصورة جذرية، بصورة تحل مشاكلها وإلى الأبد. كل ما نراه الآن هو عبارة عن أعراض لمرض قديم، نحن نحاول من ناحية سياسية معالجته حتى في مظاهره العسكرية. ولذلك فاغنر هي عرض لمرض كبير، وهو عدم التفات المؤسسات العسكرية لدورها الأساسي وعملها بالسياسة، أو ما كان سابقا من أنها تكون مطية لجهات سياسية تتلاعب بأمن المواطن، تتلاعب بالأمن القومي، تتلاعب على كل الحبال السياسية في المنطقة. عسى ولعل أن تجد ما يدعمها. طيب أستاذ عمار، أنتم كقوة مدنية، ما موقفكم من الاستعانة الآن بقوات فاغنر؟ كما قال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي بأنه بالإمكان الاستعانة بالقوات، قوات فاغنر الموجودة هناك. هذه مسألة يعني غير واردة في حسابات الدول المحترمة، في حسابات أي دولة تحترم شعبها وتحترم نفسها وتعطي أولوية لأن تتولى زمام أمرها من ناحية أمنية. من الصعوبة بمكان التفكير بالاستعانة بأطراف خارجية سواء كانت عسكرية أو غيرها، خصوصا إذا كانت عسكرية، هذا أمر يعني بالغ الحساسية. ولذلك من يتحدثون عن بمثل هذه الطريقة في السودان أو الذين فعلوا ذلك خانتهم الحساسية لا السياسية ولا الأمنية ولا العسكرية ولا الاستراتيجية في إنه يعرض. أستاذ عمار اسمح لي أنتقل إلى نقطة أخرى. نتابع الآن هذا العاجل: الدعم السريع يؤكد التزامه بالهدنة لتسهيل إجلاء الرعايا الأجانب والبعثات الدبلوماسية. كيف تنظرون أستاذ عمار إلى موضوع الالتزام بالهدنة وتمديدها؟ وهل يعني هذا يعني أنه بعد إجلاء الرعاية والبعثات الدبلوماسية يعني ستعود رحى الحرب أو يعود الاقتتال على أشده مرة أخرى؟ بداية كنت أتمنى أنه دعم السريع أو الجيش السوداني حينما يتحدث عن هدنة يتحدث عن المواطنين السودانيين قبل ما يتحدث عن رعاية الدول الأخرى. نعم الحرب لا تعرف يعني أجنبي أو وطني، ولكن درجة الجهات الوطنية أن تذكر ما يليها بداية مواطنيها ثم بعد ذلك تحدث عن مواطني دول أخرى. هذه نقطة ثانوية. النقطة الجوهرية أن هذه الهدنة إذا لم تكن حقيقية فإنها تستعمل بصورة سيئة لإعادة ملء البنادق كما ذكرنا، وللاستعداد من جديد أو لوضع شروط جديدة، لكنها تعطي انطباعا سيئا للذين ينمون أن يستغلوا الهدنة في غطاء حوائج معيشية حياتية بسيطة، في أنه يتوهمون أن هناك أمان ثم يغدر بهم أحد الأطراف أو تأتيهم قذيفة من هنا أو هناك. الهدنة يجب أن تتمدد إلى وقف شامل لإطلاق النار. نعم. لأن هذا المسار هو المسار الذي يوصلنا إلى وجود حل سياسي. تقف البنادق أولاً، إيجاد مشتركات ومسهلين وطاولة مفاوضات، ثم الوصول إلى حل سياسي. لأن المشكل هذا مشكل سياسي، وإن كان تمظهر في عدم في فلتان عسكري أو من الباب العسكري. الآن اللغة لغة عسكرية والجو جو عسكري. نحن علينا أن نقيم الجبهة المدنية الكبيرة لكي تواجه عسكري الحياة العامة. شكرا جزيلا لك عمار حمودة، أنتم القيادي في حزب التجمع الاتحادي والناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بالخارج، كنت معنا من لندن. إذن مشاهدينا وعودة إلى ملف إجلاء الرعايا الأجانب إذن من السودان باتجاه جدة، نذهب إلى هناك الآن حيث وصلت طائرة إجلاء هندية الآن من السودان إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية. هاني صفيان معنا من هناك. هاني، المزيد عن وصول هذه الطائرة الجديدة. نعم أهلا صهيب، إذن طائرة إجلاء جديدة عسكرية هندية تصل هذه اللحظات إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية، على متنها أكثر من 120 شخص. هذه اللحظات الأولى الآن التي يتم فيها نزول الرعاية، وهم جميعهم من الجنسية الهندية باستثناء ثلاثة أشخاص هم من الجنسية السودانية يعملون في القنصلية الفرنسية. طبعا الرعاية جميعهم هم بحالة صحية جيدة،
وأيضا تم دخول الطاقم الطبي قبل قليل إلى داخل الطائرة. ونشاهد يا هاني الفرحة على وجوه يعني هؤلاء الواصلين إلى جدة الآن من السودان. صحيح نعم، هي فرحة سعادة ومع فرحة من تأثيرات أيضا ومشاهد قد شاهدوها في هناك في السودان. طبعا هناك بعض المجندات السعوديات في القوات الجوية الملكية السعودية يقوم بترحيبهن وإعطائهم أيضا بعض الورود وأيضا بعض الحلوى. طبعا في مقدمة استقبال الرعاية هو وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية، وبجانبه قائد قطاع أو قائد قاعدة الملك عبد الله الجوية اللواء عبد الله الزهراني، وكذلك السفيرة الفرنسية هنا. ونشاهد هذه اللحظات والحياة. عبد الله ويلكم سعودي أرابيا. أوكي يو ويل جو وذ يور كانسل رايت ناو. أوكي ويلكم فرحتها هذه السيدة، وهي سيدة من السودان تعبر عن فرحتها بوصولها، وهي التي كنا نتحدث عنها وهي تعمل في السفارة. الحمد لله. السلامة. السلام عليكم. سهلا. كيف كانت الرحلة؟ ممتازة ممتازة الحمد لله. علمنا أنك تعملين في السفارة الفرنسية في الخرطوم. نعم. طيب كيف تم عملية الإجلاء ووصولك هنا السودان؟ بكل سهولة. السفارة الفرنسية السفيرة الفرنسية لصقت مع السفير الهندي تم إجرائي عبر ال. طيب أمورك صحتك عافية؟ تمام. ما هو حال الخرطوم؟ صعب شوية. دعواتكم للخرطوم. شكرا. شكرا لك. إذن هي تتحدث عن سلامتها وعن أيضا كيف تم تسهيل مهامها وأيضا مهام خروجها والوصول على متن هذه الطائرة. نذكر هاني بالحدث الذي نتابعه إذن الآن على الهواء مباشرة، وصول طائرة هندية من السودان وصولها إلى جدة بالتحديد إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية، حيث تسهل السعودية وتساعد في إجلاء الرعاية الأجانب. هذه واحدة من عديد الرحلات البحرية والجوية كذلك التي نسقت فيها السعودية واستقبلت فيها الرعاية الأجانب وإخراجهم من السودان واستضافتهم في السعودية ومن ثم عودتهم إلى بلادهم. هاني كما تفضلت يعني هذه الطائرة فيها عدد كبير من الجالية الهندية التي كانت موجودة في السودان، ولكن فيها أيضا بعض السودانيين. نعم، C-130 هي طائرة عسكرية هندية. في هذه الطائرة تحمل 123 شخص، 23 أشخاص هم من الجنسية السودانية الذين كانوا يعملون كما ذكرت في القنصلية الفرنسية، وكانت السفيرة الفرنسية في استقبالهم، وأيضا 120 المتبقون هم من رعاية الهند. طبعا اليوم بالنسبة لمدينة جدة واختيار أيضا كمنطقة أو مدينة كي تسهل عملية أو تسهل عملية وصول الرعاية سواء من الجالية الهندية أو كذلك الجنسيات الأخرى. يعني كنا أيضا العربية كانت تواكب خلال الأيام الماضية عملية الإجلاء سواء عبر السفن البحرية أو كذلك عبر الأسطول الجوي أو الجسر الجوي، وأيضا عبر الثلاثة مواقع وهي قاعدة الملك عبد الله الجوية التي نتحدث فيها، وكذلك ميناء جدة الإسلامي، وأيضا قاعدة الملك فيصل البحرية. هذه المواقع هي في مدينة جدة، هي مجهزة وأيضا موجودة من أجل استقبال كافة الرحلات، سواء كانت هذه الرحلات هي لعمليات إجلاء تابعة للقوات البحرية الملكية السعودية أو أيضا للقوات الجوية الملكية السعودية أو أيضا للفرقاطات العسكرية من دول أخرى أو للسفن التجارية التي تقوم بإجلاء رعاياها. كنا أيضا نواكب عملية إجلاء لبعض الرعايا من الصين وكذلك من بعثة الأمم المتحدة عبر الفرقاطة الفرنسية لورين، وكذلك اليوم في صباح اليوم كان هناك سفينتين عسكريتين صينيتين
وصلتها وتحمل على متنها أكثر من 670 شخص، وكانت هناك أيضا فرقاطة عسكرية هندية وقفت في ميناء جدة الإسلامي وتحمل على متنها 295. نعم هاني، الآن هو الجسر الجوي ونشاهد عملية استمرار. نعم السعودية ساعدت إذن في إجلاء الآلاف من الرعايا الأجانب من السودان سواء بحريا أو جويا، هل نعرف إذا كانت يعني جهود الإجلاء هذه ستستمر عبر السعودية وإلى متى هاني؟ عملية الإجلاء مستمرة، واضح جدا يا صهيب من خلال ما عمليات الرصد التي كنا نواكبها ونقوم بتغطيتها. في بداية عملية الإجلاء كانت مقتصرة على سفينة ثم أو سفينتين، وبعد ذلك تبعها ثلاثة سفن. اليوم هناك ثمان سفن ونتحدث عن 20 طائرة. إذن هناك المزيد من الرعاية والجاليات الموجودة في السودان. أيضا في الجانب الآخر كنا نتحدث أيضا مع الرعاية الذين يصلون، وكنا نأخذ معهم بعض المشاهد وبعض الأحاديث والأعداد الموجودة والتي يشاهدونها. المعظم قال أنه يغادر يوميا 1000 ويأتي 1000 آخرون مكانهم. إذن العدد هناك بالآلاف، نستطيع أن نقول ذلك. ويعتقد أن عملية الإجراء سوف تستمر، لأن أيضا بعض القنصليات غادرت، القنصليات لبعض البلدان غادرت واضطرت إلى المغادرة إلى بورت سودان من أجل إنهاء إجراءات رعاياها. السفير الفلسطيني مثلا تحدث أن 90% من الجالية الفلسطينية غادرت السودان وهي تتواجد في جدة. السفير أو القنصل العام الأندونيسي تحدث أيضا للعربية أن ما وصل العدد الموجود في السودان أكثر من 1000 شخص من الجالية الأندونيسية ومن الجنسية الأندونيسية، غادر منها 783 وتبقى الدفعة الأخيرة سوف تأتي عبر جسر جوي. أيضا بالنسبة للجالية النيروبية، وأيضا هناك أكثر من 2600 شخص من نيروبيا ما زالوا عالقين هناك في السودان إضافة للجنسيات الأخرى. نعم. عملية الجنسيات والأعداد هي بالآلاف بحسب شهود العيان وبحسب ما تحدثوا لنا في هذا الأمر. لا ننسى أيضا أن أيضا استمرار الجسر الجوي وكذلك الجسر البحري وأيضا العمليات الإجلاء مستمرة، طالما أن المنافذ التي وفرتها السعودية سواء المنافذ البحرية أو الجوية هي مفتوحة لكافة البلدان. كما ذكرت هاني، أعود أستفسر لو سمحت، يعني السعودية تقود هذه الجهود الإنسانية يعني منذ بداية الأزمة، وبمجرد يعني كان هناك مجال لإخراج العالقين في السودان، لا أعلم إذا كان هناك الآن تصريح. إذن نشاهد شكر إذن الطاقم السعودي لطاقم الطائرة الهندية. تفضل هاني. اليوم اليوم كانت عملية إجلاء في فترات النهار، وعمليات الإجلاء بالنسبة للجسر الجوي الذي يعني تقوده القوات الجوية الملكية السعودية وتحديدا عبر قاعدة الملك عبد الله الجوية، كان هناك يوم أمس عدة طائرات عسكرية تنقل رعاياها وتجيهم من السودان. الآن نشاهد طائرة عسكرية تنقل رعايا من الهند. دعنا نتحدث عن عملية التسهيلات التي قامت بها قاعدة الملك عبد الله من أجل إجلاء رعايا هؤلاء الجنسيات أو كذلك رعايا هؤلاء البلدان. طبعا مثل ما تكلمت أنت الآن ومثل ما شفت اليوم، أو كانت العمليات مستمرة يعني منذ يوم الاثنين، يوجد هناك طائرات مدنية وبعض الدول تستأجر طائرات مدنية أو تستخدم طائرات مدنية، ودول أخرى استخدمت طائرات القوات الجوية لكل دولة، مثل الهند تستخدم هذه الطائرة طبعا تابعة للقوات الجوية الهندية. عندنا في القاعدة هنا الحمد لله وفرنا لهم جميع الإمكانيات من ناحية الباركينج، الخدمات المطلوبة للأطقم الجوية للطائرات. طبعا احنا حريصين على أن الأطقم الجوية يعني يجدون يعني الوقت الكافي للراحة، المكان المناسب ليتمكنوا من التخطيط للمهام القادمة. أيضا
اللي يستطيعوا أداء المهام لأنهم يحتاجون صراحة إلى وقت راحة، توفير السكن، توفير أمور كثيرة لهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات التي تقوم بدعم ومساندة الطائرات من ناحية التزود بالوقود والكيترينج أو التموين للإعاشة وأمور أخرى كثيرة حقيقة. فالحمد لله يعني بجهود جميع الزملاء وتعاون الأصدقاء كذلك وأطقم الطائرات القادمة لإجلاء الرعاية، الحمد لله تمكننا من النجاح، تمكننا من إلى الآن، وإن شاء الله نستمر في النجاح حتى نهاية العمليات. سعادة اللواء ركن عبد الله الزهراني قائد قاعدة الملك عبد الله الجوية في القطاع الغربي في مدينة جدة تحديدا، هل بالنسبة للمعلومات التي لديكم مطار بورتو السودان اليوم يعني بورتو السودان كنا نشاهد طائرتين عسكريتين سعوديتين كانت تنقل بعض الرعاية، هل هو مهيأ كمطار عسكري أم مطار مدني أيضا؟ هو في الحقيقة المعلومة اللي عندنا أنه مطار مدني، ويعني ليس بحجم المطارات الموجودة لدينا، ولكن الحمد لله كان كافي لاستقبال الطائرات. طبعا احنا نتكلم مع الأطقم الجوية بعد نزولهم ونسألهم عن حالة المطار وعن التهديد إذا كان هناك تهديد أو هل في إمكانية لمواصلة العمليات أو لا، والحمد لله حتى الآن الوضع آمن في بورت السودان حسب التقارير اللي حصلنا عليها من الأطقم الجوية ما بعد المهام. الأمور جيدة جدا، وإن شاء الله بإمكاننا نحن والدول الأخرى من الأصدقاء والأشقاء مواصلة عمليات الإجلاء بإذن الله تعالى. إذن الجسر الجوي مستمر مثل ما الجسر البحر بإذن الله تعالى حتى انتهاء عملية إجلاء الرعاية. شكرا لك سعد. شكرا لك سعد. العفو، وشكرا لكم جميعا على وجودكم معنا ومشاركتنا. شكرا لك سعد. إذن كان حديث اللواء ركن عبد الله الزهراني وهو قائد قاعدة الملك عبد الله الجوية. نعم. والذي شكراً. تحدث نعم. أن هناك نعم تفضل. عذرا على المقاطعة، شكرا لك وشكرا لسيادة اللواء لأنه أجاب على السؤال الذي كنت أريد أن أطرحه عليك هاني عن مسار التكفل بالواصلين إلى جدة بعد قدومهم من السودان. شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم مباشرة من قاعدة الملك عبد الله الجوية في جدة. والآن إلى موجز لأبرز الأخبار الدولية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي إن الشاب حاول تنفيذ عملية دهس وبعدها حاول طعن أشخاص بسكين قرب مستوطنة أرييل. هذا وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أن الشاب يدعى أحمد يعقوب طه ويبلغ من العمر 39 عاما. احتشد الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام مقر المحكمة العليا بمدينة القدس تأييدا لخطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل. يذكر أن التعديلات أحدثت انقساما في الشارع الإسرائيلي بين مؤيد ومعارض، حيث ستحد التعديلات القضائية من سلطة المحكمة العليا وتعطي السياسيين صلاحية أكبر في اختيار القضاة. دعا رئيس الوزراء الأرمني روسيا الوسيط في النزاع مع أذربيجان، دعاه إلى الحفاظ على سيطرتها على طريق حيوي في منطقة ناغورني كاراباخ المتنازع عليها. يأتي هذا بعدما وضعت باكو نقطة تفتيش على مدخل المرر، واتهمت أرمينيا باكو بقطع هذا الطريق الحيوي منذ حوالي 6 أشهر. قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول خلال خطاب ألقاه أمام الكونغرس الأمريكي إن بلاده سترد بشكل حازم على استفزازات كوريا الشمالية. يشكل برنامج كوريا الشمالية النووي والاستفزازات الصاروخية تهديداً خطيراً للسلام في شبه الجزيرة الكورية وخارجها. لردع هذا السلوك المتهور يجب أن يقف الحلف متحداً. سترد حكومتي بحزم على الاستفزازات، لكن في الوقت نفسه سنبقي الباب مفتوحاً للحوار ونزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. إذن كانت هذه مجموعة من أخبار العالم. نعود الآن إلى استكمال تغطية الأحداث في السودان ساعة أخرى إذن بعد قليل مع طاهر بركة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.